يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، يعطيك العافية. يس عبد الله، جو أهيد. دكتور، هسه بالنسبة يعني أنا اللي فهمته هسه من هذا الكورس إنه بدنا نكتب بروتوكول يعني، نعم، مش راح نكتب أو بروتوكول مثلا جزء منه. ولا راح نكتب بروتوكول، راح we will use protocol to write applications. تمام دكتور، وضحت. Good، تمام. Yes. Questions، other questions. Okay. نروح على ال sub function الرابع اللي هو security management within a network and service operation. Security management we mean by security management. أول شيء في عندي two points of security management. I need to access the control على resources تاعون ال network. وال resources عندي physical وعندي virtual. Okay. Okay. Who is allowed to use ال network resources? Who's not. So لازم يكون عندي admission control على النتورك. اوكي، مين بيقدر يعمل access للنتورك؟ هو ومين لازم ما يعملش access للنتورك. هاي security management. اوكي، وهاي اول نقطة. اوكي، وهاي تضمن اذا اللي هم resources physical، فهذول بتهم physical ايش security. فنيجي مثلاً على أوضح لكل الإشي هذا. إذا في عندنا مثلاً لاب 9، كلكم تعرفوا لاب 9 عندنا بالديبارتمنت، في عندي كابينت فيها بعرفش سويتش أو تو سويتشز، فيها راوتر أو وات إيفر، هاي إنها لازم تكون لاكت واللاكت، ومش أي واحد، مش إنها دائماً الباب فاتح هيك أو بيجوا الطلاب بيطفوا السويتش وذي بلاي مثلاً with the devices هذول. هاي I need إيش to secure devices إيش physical security، إنه كل إشي يكون كابينت. إذا في عندي مثلاً جوا الداتا سنتر أو سيرفر resources هذول sensitive، هذول بكون بروم لحالهم. طبعاً لازم يكون بروم لحالهم لأنه لازم تكون هاي إيش condition air conditioned very well، بتكون درجة حرارة فيها freezing، فاللي بده يفوتها بالعادة بيكون بالصيف، والناس المسؤولين اللي بفوتوها بكونوا لابسين الهيفي جاكيتس تاعيتهم حتى يقدر يفوتوا هاي الغرفة. اوكي، تمام. هاي مش اي واحد بفوتها الباب بطرق هيك، نو، هاي لازم يكون الروم مثلا عدد قليل من الاشخاص اللي بيقدروا يفوتوها، few of them، ما يتجاوزوش مثلا عدد اصابع اليد. اوكي، واللي هم لهم اكسس كارد بس بفوتوا. اجين ذيس ار، لانه هذول مثلا الريسورسز حكيت لكم انه كريتيكال وسنسيتيف، اي اذا بيجي واحد من برا بيلعب فيهم مشكله. اوكي، ذيس از فيزيكال سكيورتي. كمان بدي ايش سايبر سكيورتي. انا ما الان مثلا ما اقدرش افوت على السيرفرز اللي تاعت الجامعه اللي خاصين بالشؤون الماليه. الطالب ما بيقدرش يفوت على الداتابيز، لانه اذا فات مثلا بيقدر يفوت على الداتابيز. اوكي، بيقدر يغير علاماته، تمام، بيقدر يغير جدوله ويحط الشعب اللي هو بده اياها، تمام. I need to ايش regulate access to resources. الجامعة عندنا النتورك مثلا الواي فاي مش اي واحد بيجي من برا يقدر يشبك عليها. اوكي، بس مثلا للايش للبوبوليشن تاع الجامعة من طلاب وموظفين. اوكي، this is I need to regulate، I need to authorize ايش I need to authorize the users who's allowed in who's not allowed للresources اللي هم physical or virtual. هاي واحد. اثنين، after I authorize them I need to authenticate. انت اوكي، انت شو مسموح لك وانت شو مش مسموح لك، تمام. اي العكس المفروض، I need to authenticate the user بعدين I authorize them what they allowed to do and they ويكون في عندي hierarchies. هلا الموظف اللي بالماليه عنده ايش رول، اوكي، وهي كان دو اكتيفيتيز مثلا اكثر مني بالنظام المالي. هي كان فيو مثلا ايش الماني اللي بتيجي على الجامعه والماني اللي بتروح بتطلع من الجامعه. انا اي كانوت فيو ذات. اوكي، تمام، جود. هاي انه لازم يكون لها سبيشال سيستم تو دو ذات. اوكي، طبعا هذول هلا بده يجي واحد يحكي ذيس از سيستم ادمنستريشن. يس، ذيس از سيستم ادمنستريشن. اذا بنحكي عن بس اذا بنيجي بنحكي عن الداتابيس سيرفر وعلى شيء زي هيك
حكينا المرة الماضية بنبطل نحكي this is network management, this is system administration. هلا كل شيء إيش blended mixed together. تمام؟ good good. النقطة الثانية, I need to detect and prevent attacks اللي بيجون from outside, okay, or from inside حتى. Oh, I prevent them from, for example, stealing information من ال different stealing information. طبعاً ما بكون شلون من ال network nodes, من ال network components, وإنما من ال end systems, من servers or PCs. هاي واحد. I should prevent attackers to overwhelm the network تاعيتي بإيش بترافيك تاعهم يعملوا مثلاً علي denial of service attack. تمام؟ good. هاي كله security management. It's part من the network operation. أوكي. هلا النقطة الخامسة والأخيرة اللي هي accounting management. أوكي. accounting management شو بقصد فيها؟ accounting قبل شوي. I need to hold everybody accountable of إيش الأشياء اللي بعملها على النتورك. فال accounting management لازم I need to answer who's using the network, for what reason, and for how much. الإشي اللي قبل شوي أجي أحكي X and so and so is using a network to access these resources, to access these websites, to access these servers. وقديش ال bandwidth he's مثلاً consuming, how much is consuming from إيش ال network resources. والnetwork resources ممكن يكونوا إيش physical إيش or virtual. فلما أحكي عن ال bandwidth this is virtual. لما أحكي عن physical resources بحكي مثلاً طبعاً مثلاً عن switch كم port عليه ومين اللي مثلاً ماخذ البورت, مين هذول لمين واصلين. فما باجيش مثلاً على السويتش بطلع منه خمسة مثلاً أو عشرة هو عليه 24 port, أجي أطلع مثلاً منه خمسة أو عشرة إيثرنت كابل وأعطيهم لواحد على حساب واحد ثاني. Again if I can afford this fine, but again إذا في عندي other users ما بخلي واحد يأخذ أكثر من الناس الثانيين. أوكي على حسابهم. Okay, تمام. Good. هاي accounting management. طبعاً هون حتى to answer these three questions, إيش لازم أكون عامل إيش performance and traffic management. Okay. وهون باجي بضمن إنه ال network resources are allocated fairly. Fairly تختلف عن كلمة evenly. مش شرط بالتساوي. أعطيتكم example المرة الماضية. وبعرف الـ fair allocation والـ fair usage of the resources. تمام؟ good good. والنقطة الأخيرة الـ major function بالـ network management اللي هو الـ network maintenance. network maintenance شو اللي هم الـ functions or الـ activities تاعونا, اللي هو الـ installation, installing. هون هذول بيعملوا دراسة فبيجوا بيحكوا إنه في عندي بناية جديدة زي بناية الكلية الطب البيطري. فدي إشيو تيكت. شو يعني تيكت؟ فبيجوا بيحكوا إنه بدنا نعمل إنستوليشن لنيو ترك. فهذول التيم اللي مسؤول عن هونا, هلا ممكن هذول ما يكونوش ديفرنت تيمز, ممكن يكون نفس التيم بيختلف من أورجانيزيشن لأورجانيزيشن. هلا هذول اللي بروحوا بيعملوا الأكتشوال وورك. هذول هون بيجوا بيعملوا الديسيجن ودي إشيو الورك أوردر اللي هي بنسميها التيكت. أوكي. هذول بروح بيعملوا الأكتشوال وورك, بيعملوا النتورك ريبيرز. هلا هون حكينا عن الفولت مانجمنت. هلا هذول زي الاكزامبل اللي اعطيتكم اياه لما صار عندي اي بي ادرس كونفليكت. هون اجين عرفت شو هي المشكله, حليتها انيا بحيث انه المشين مثلا اللي عملت كونفليكت اي هانت داون. اوكي وانا اخذت الاي بي ادرس بعدين هاي اعطوها اي بي ادرس ثاني. But again, I did not resolve الإيش root cause تاع problem. Okay, root cause إنه كيف بدي أمنع هذا الإشي يصير مثلاً بالمستقبل. هذول network maintenance اللي هم مسؤولين عن resolving root cause للproblems. هذول هون إنه just المشكلة كيف إنه I go around it. تمام؟ Okay, وهذول هم network function, network management functions. Okay, I'll stop in here for whatever 20 seconds to give you a chance to ask questions على points اللي هم حكيتهم. Okay, before I switch gears على the different
point. Do you have questions? Do you have questions? Do you have any questions, anything in here? دكتور يعني الفولت مانجمنت يعني ممكن اعتبره ريسبونس والمينتيننس ممكن اعتبره ريسيرش اند ديفلوبمنت احس ياخذ وقت اطول يمكن مينتيننس ما يدخل بالريسبونس اوكي هلا بعرف شو قصدك بالريسيرش اند ديفلوبمنت الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو اجين انا بعرفه هذا انه بالشركات they are trying to develop في عندهم هم products and they're selling this product للكاستمرز تاعهم research and development they research product for the future okay هون no هذول في هذول مسؤولين هون بس انه they resolve root cause للproblems مش بس انه احل المشكله حاليا مش هون الفكره هون راح يحلوا المشكله انيا عشان شو to get the user يستخدم النتورك right away but إنه إذا بدها حل كبير جداً مثلاً إنه أجيب new devices or أصلح device هذول مثلاً هذول مسؤولية network repairs تمام؟ هلا أجيب ممكن ما يكونش line مش شرط أن يكون clear إنه هاي عبارة عن fault management and this is network maintenance مش شرط يعني مرات في إشي بكون إيش in between إيش أوكي المصلحات أحيانا تخلط. Yep. But questions. Okay. Let's move on على different point in here. But في عندي هون two points I need نحكي معكم فيها. Okay, guys. أول إشي. هلا الحضور بلش يعمل يصير له deterioration يعني هلا المرة الماضية كنا بعرفش 37 something like this أو أكثر نفس الشيء بالسيشن الأولى كنا something like this هلا طلعوا guys we are just 32 guys ديروا بالك بالنسبة للحضور الغياب هلا النقطة الأولى اللي بدي أحكيها هون بالنسبة للبايثون crash course Guys, are you progressing بهذا البايثون؟ هلا يوم الأربعاء عندكم امتحان مش راح أجره، okay؟ مش راح إيش أغير يعني آخر موعد for whatever reason. هلا هذا راح يغطي modules واحد واثنين وثلاث وأربعة. هلا لما تخلص صدول أنت إذا خلصتهم بعرف إنه في ناس كثير ممكن خلصوهم بإمكانك تروح هاي this part one. روح على part two. واحد اثنين ثلاثة وأربعة أوكي هلا في عندنا هم امتحان بعني أنا مش عامل لكم إله إنه بعده إيش مش مظهر لكم أوكي تمام أوكي فأنت بإمكانك تروح على هذول تقرأهم أوكي لأنه الأسبوع اللي بعد يو راح أعطيك برضه كمان امتحان للبارت الثاني أوكي تمام هلا guys يعني أنا بالويكند يوم الجمعة فتت وشفت who's do يعني هاد في ناس بعدهم مش عاملين اوكي يو نو جايز امبارح زميل كل عم يسالني بيقول لي هذول الدكتور انا مش شايفهم فيش عندي شيء زي هيك يو نو انه اول ما تفوت على نتورك اكاديمي فبيجي بحكي لك حتى تعمل اكسس لهذول تعمل انلوك لهذول لازم تعمل تو اكتيفيتيز اول شيء تعمل اكسبت لليوزر اجريمنت اور كوبي رايت وات ايفر شو اسمها بعدين تعمل السيرفي حتى لما تعمل الشيء هذول بصير تعمل unlock لهذول ما هذول حتى لو انك بتعرف بايثون بليز فوت اعمل هذول اوكي مر على هذول وفي عندك كنت ايش براكتس تيست بليز اعملهم اوكي مشان تقدر تعمل الامتحان اللي بدي ايش اعطيكم اياه ان شاء الله يوم الاربعاء اوكي سو يو نيد تو دو يعني هلا ما بتقدرش اصلا انت بعدين تروح على بارت 2 يو كانوت unlock Part 2 أكيد بكونش viewed unless إنك عامل هاي وهاي وماشي على هذول أوكي بعدين لا حد فتروح على Part 2 أوكي فما حد يجيني يوم الأربعاء لما أفتح لكم الامتحان إن شاء الله على 7:30 يجي يحكي لي مش ظاهر عندي الامتحان يس أكيد مش راح يكون ظاهر إذا إنك مش بعدك مش فايت على الكورس تمام في حدا عنده مشكلة بالنسبة لل Network Academy والPython Crash Course في حدا عنده مشكلة
دكتور الأسئلة راح تكون منك أنت ولا من سيسكو نفسه؟ نعم من سيسكو نفسه. يا دكتور هلأ التست تاع كل شابتر رح يشبه الامتحان اللي رح تجيبه يوم الأربعاء؟ كيف 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 كيف؟ يعني هلأ بعد كل شابتر في تست مظبوط؟ يب يعني رح يكون على نفس نمط الامتحان تقريبا؟ يس يس اكسلنت يس هذول بعطوك براكتس كيف الامتحان رح يكون يس yes. تمام بس انا حكيت لكم مش الهدف تاعي انكم تحلوا الامتحان قدر وانتم ماشيين بهذول تقعدوا تطبقوا عملي. I want you to learn مش I want you to learn I want you to master Python. I want you to master Python guys. Yes I want you. Okay. Yes عبد الله. دكتور مجرد ما فزت على بارت 1 معناته انا ديفولت عامل السيرفي بكون صح؟ انت عاملها ولا مش عاملها؟ اكيد اكون راح اكون عاملها بس بدي اتاكد عشان الامتحان لانك خوفتني. اوكي عملتها. اوكي عملتها. انت بتعرف عملتها ولا ما عملتها؟ لا انا عملتها خلاص معناته يو ديد ات يس ويو سبمتد. اصلا بارت 1 ما بفتح اذا ما بكون عاملها. يب 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 وبارت 2 ما بيظهرش الا تكون عامل هذول عامل الكويزز تاعهم. تمام جود. اذر كويستشنز اذر كويستشنز جود. يعني النقطة الثانية هون بدي احكي معكم فيها جايز حكيت لكم عن الجروبات انكم بدكم تشتغلوا كل اثنين بجروب. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين دكتور. اوكي جاهزين. اذا بعد بكره باجي بحكي لكم ان شاء الله مين الجروبات تاعتكم جاهزين صح؟ صح؟ اه دكتور. يب 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 اوكي يعني لما نقرب ان شاء الله اعطيكم الهوم ورك الاولى راح اخذ الجروب فعلى السريع يعني اعملوا الجروب. دكتور ايش طبيعة الهوم ورك راح تكون؟ اي هوم ورك؟ اللي هو تبع الجروبات راح يكون بالبايثون ولا من نتورك مانجمنت؟ لا ايش هوم ورك واحدة يعني انا 5 أو 6 هوم وركس. اه ايش طبيعة؟ كل واحدة طبيعتها مختلفة فلما كل هوم ورك على جانب خليها لما نيجي ذات ستيج. تمام دكتور الهوم ورك حناخذهم بعد البايثون صح؟ هلا الفصل الماضي بالوقت هذا كنت معطي زملائك الهوم ورك الاولى. اوكي يا هلا مش مفكر اعطيكم هاي الهوم ورك تاعتكم انهم يشتغلوا على الراوتر اللي عندكم بالبيت. يس مش مفكر. اوكي فخليني اشوف شو. اوكي يعني هلا اجين هي الفكره هيك خليني اشوف شو بيطلع معي افكار الفصل هذا وبعطيكم. يس يا ممكن اعطيكم قبل ما نفوت مثلا هلا في عندنا هات شابتر 1 بعدين بدي أغطي chapter 2 بعدين بدي أغطي chapter 3 طبعاً بس أغطي جزء من chapter 3 بصير إنه بقدر أعطيكم homework. هلأ ممكن هون at some point أعطيكم homework على Python لحالها. أوكي ما لهاش يعني دخل بالمادة تشتغلوا some program على Python. ممكن أوكي خليني أشوف شو بدي يصير معنا. تمام good. عفوا دكتور. yes دكتور بالنسبة للهوم وركات راح يكون بايثون كله صح؟ الله أعلم. I don't know. yes حسب هاوي شو بالكورس وشو شو أب أنا هيك الهوم ورك what's appropriate for you but أكيد في two homeworks على بايثون أكيد أنا هذا اللي عملته الفصل الماضي أعطيتهم one homework على البايثون بس but الماتيريال الأخير اللي بالكورس كلها بتعتمد على البايثون. يعني الفاينل كان مش بايثون بس اجين بيعتمد انه قديش انت مشتغل على البايثون هيك. تمام الفاينل كله يعني كان 90% من الاسئله مش بايثون في منهم اسئله سبيسيفيك على البايثون وانما قديش انت مشتغل بايدك اجين مشتغل شيء عملي وشيء عملي معناته بدك تكون مشتغل شيء بايثون فعشان هيك I want you to learn Python okay very well okay if you don't learn it now راح تنجبر you will learn it later on بالفصل بس بتكون مضغوط عندك mid terms وعندك اذا انك مشروع تخرج صار انه ينطلب منك بدك تعمل تاسكات whatever ف this is عشان هيك هاي البست ايش period انك تتعلم البايثون فيها لانك فاضي المفروض تكون فاضي. تمام تتعلم البايثون مش تدرس عشان الامتحان. Good. Okay.
هون بنحكي عن النتورك مانجمنت ان اتس سمبلست فورم اللي هي هوم واي فاي نتورك. طلع بنحكي عن نتورك مانجمنت very simple example على النتورك مانجمنت اللي الهوم واي فاي نتورك. واجين هذا الاكزامبل اللي جست الانترنت اللي انا عندي بالبيت. اوكي فهاي بعرف يو شود بي اول اوف يو فاميليار وذ ات اللي اتس كولد الماي فاي ديفايس. اوكي الماي فاي ديفايس عباره عن شو؟ اوكي عباره عن جزئين. اوكي الجزء الاول اللي هي عباره عن الفور جي مودم, عشان هيك انا بحط فيها سيم كارد. واجين في عندي هون انتنا وبتشبك as on cellular network مع التاور القريب مني. اوكي تمام. اوكي 4G مودم, طبعا 4G 3G مودم whatever. هلا البارت الثاني منها هاي نفسها عباره عن واي فاي ايش راوتر, وايرلس راوتر. اوكي اللي في له اكيد انتنا ثاني. اوكي وهون الديفرنت ماشينز اللي بالبيت هون شابكين على ايش النت على الوايرلس. فاجين هون تو عندي تو وايرلس نتوركس, الوايرلس اللي هي الدبليو لان, الوايرلس لوكال اريا نتورك. في عندي هون الوان, والوان اللي هي عباره هون جاستس اللي هي السيلولر ايش نتورك. اوكي مع التاور. اوكي تمام جود. هلا انا منزل ابلكيشن على السمارت فون تاعي اللي بشبك, بقدر اشبك على على الراوتر ها. اتس كولد هواوي هاي لينك اجين, لانها هاي الديفايس من هواوي. طبعا هون انا اورنج الاي اس بي تاعتي. اوكي هلا خليني افتح هذا الابلكيشن واشوف شو وات اي كان ايش شو هذا فيه الابلكيشن. اول ما افتح الابلكيشن طالع المعلومات التالية. This is network management. ليش network management؟ I can monitor the device cell. طلعوا. I can monitor something on this device. I can monitor. I can get information. شو يعني monitor؟ I can get information from this device. For example, بعرف إنه it is battery powered. Okay. والباتري اللايف تاعتها صارت إيش؟ رايح منها عم مستهلك 25% وضال عندي 75%. أنا شابك على أورانج نتورك, الكواليتي تاعت الكونكشن عندي 4G. إذا بروح مكان ثاني بعيد عن التاور ممكن أوصل 3G أو أقل. أوكي بعرف إنه هون مستهلك أنا من الـ مستهلك معظم الكاب تاعيتي. الكاب تاعيتي 200 جيجا بت بير سكند, 200 جيجا بايت. هاي الداونلود كاب تاعيتي اللي انا مشترك مع زين مشتريها من زين, مستهلك معظمها. كل اللي ضايل عندي 37%, كل اللي ضايل عندي 72.8 جيجا بايت. فهون باجي بصير افكر اذا انا بعدني باول اسبوع من الشهر مشكله, هل هالطول ال 72 راح يكفوني لاخر الشهر ولا لا. اوكي تمام. إذا بآخر يومين بالشهر ممكن I'm not worrying unless إذا عندي updates للأجهزة اللي عندي. Okay. This is monitoring because I'm getting information. Again في عندي هون الـ online devices, ففي 5 devices شابكين على الراوتر هذا. Again هذا اللي هو الفون تاعي. Okay. وبعرف قديش صار له شابك على الـ network tag. Okay. على الراوتر هذا إيش اللابتوب تاعي. في عندي هون another مثلا ديسكتوب called HP. اوكي في طبعا وين الخمسه لسه في تحت. if I scroll down. اوكي if I scroll down طبعا هون طلع عندي معلومات الليست انه انا اللي ضايل عندي هالقد, والباكج اللي انا ماخذها من زين 200 جيجا. اوكي هاي واحد من هذول ثلاثه وهذا الرابع. ففي واحد هون طبعا صار up انه missing. اوكي another smartphone. هذول في عندي devices ثلاثه they are blocked, انا عاملهم بلوكينج. هذول ما بيقدروش يشبكوا على الوايرلس راوتر, حتى انه السيلفون بتفتحه وبتفتح عليه وبتلاقي وراح يشوف اللي هي الاس اس اي دي الوايرلس سيجنال ويعرف انها هاي وهاي الاس اس اي دي صح. واذا بيدخل الباسورد ما بعرفش اذا بيسمح له يدخل الباسورد او ما بيسمح لهش يدخل الباسورد. هذول ما بيقدروش يشبكوا بالمره. This is kind of control على النتورك. This is kind of مثلا النقطه اللي غطيناها on. Who's allowed to use the resources?
اوكي انه يشبك او ما يشبك، هذول ممنوعين الثلاثه. they cannot شو ما يعملوا they cannot الا انهم يعملوا اكسس على الراوتر هذا ويغيروا هذا الشيء. طبعا كيف بنعملها هلا راح اوريكم هون كيف بعملها. اوكي again في عندي offline devices، هذول offline devices هذول مش شابكين ولكنهم مش ممنوعين، بيقدر يعني ممكن طافيين او something like this another smartphone okay another desktop okay هذول انهم كانوا سابقا شبكوا وهي حافظه هيستوري المخزن هذا الهيستوري عندي بالراوتر هذا. تمام good this is kind of getting information. تمام هلا اذا بضغط على this arrow شو بقدر اشوف شو بقدر اعمل. فاجل هذا هو هون اللابتوب تاعي. هون I can allow disallow this device from connecting على النتورك تاعيتي. اوكي اذا هاي I flip it على off مستحيل هذا اللابتوب على السريع بفصل مستحيل يقدر يشبك. اوكي I am controlling طبعا ايش انا الراوتر itself. اوكي هلا خليني اشوف شو هون بقدر again هاي الديفايس نيم. كيف هاي الديفايس نيم بيجيبه هون في تيجي الماشين تشبك على الراوتر فبيجي بيسأل الماشين هاي شو الاسم انت عندك فبيجي باخده. اوكي وهون بعرضه هون بس I can modify it. بقدر هون اضغط على هاي بسمح لي ايش اعطيه نيم ثاني اعطيه مثلا نيم لابتوب بس هاد اوكي مش راح يغير على اللابتوب نفسه. اللابتوب نفسه راح يضل اسمه احمد ماك بوك اير. اوكي تمام بتون لكل ما يشبك هذا اللابتوب بصير هذا اسمه بكون مثلا شورتر نيم اور وات ايفر. اوكي تمام جود جود هاي جاست الشيء اللي بتغير بس على الراوتر. اذا بتضغط هون شو بيطلع عندي بيطلع انه هاي اللابتوب هذا شابك على هذا الوايرلس راوتر اللي هو اورنج اير بوكس اللي هو الاس اس اي دي. الماك بكون حاكي لي شو هو الماك ادرس لهذا اللابتوب. طبعا انا هون عامل له ايش طامس. اوكي تيش ياكو تعرف شو الماك ادرس على اللابتوب تاعي فور وان سم ريزون اور انذر. بعدين شو الاي بي ادرس اللي انا اللابتوب ماخذه من الوايرلس راوتر وبقدر اغيره هذا بقدر اغيره. اوكي طبعا هون مش مسموح لي اني اغيره. هلا اذا بطفي اللابتوب وبشغله ممكن ياخذ اي بي ادرس ثاني ممكن ما ياخذش اي بي ادرس ثاني. اوكي على عكس اوكي هلا بحكي لكم ممكن ديفايسز ثانيه وايرلس راوترز ثانيين بقدر انه اجي اعطيه هون اي بي ادرس اللي بدي اياه. فهون معطيني اي بي في 4 واي بي في 3 اي بي في 6. تمام جود جود تمام هاي اوكي هاي عن طريق هاي انا مستخدم ايش كل المعلومات عن طريق ايش الابلكيشن هذا تاع هواوي. اوكي واي ام شون يو نتورك مانجمنت. كيف نتورك مانجمنت لاني انا اي ام شون يو ثينجز اي كان مونيتور اي كان جيت انفورميشن ثينجز اي كان كنترول اي كان الاو ديس الاو بقدر اغيرها. اوكي ذس از نتورك مانجمنت ويتش از فيري سمبل بيكوز اي هاف جاست وان ديفايس. اذا بحكي عن نتورك ديفايس طبعا في عندي اكثر من ديفايس زي ما شفتوا هلا شابكين على ايش الوايرلس راوتر. اجين بس ام نوت مانجينج ذوس ديفايسز ام مانجينج جاست الان بوريكو ام مانجينج جاست الوايرلس راوتر اتس جاست وان راوتر. اوكي هلا again هذا عن طريق الابلكيشن بس كان باستطاعتي وفي عندي شيء زي استطاعتي اروح افتح ايش اللي هي بسموها الكونفيجريشن مانجمنت انترفيس مانجمنت ويب انترفيس. اوكي وفيها capabilities اكثر من هذول. يعني هون باجي بقدر احكي انه هذا الاي بي اد اوكي الاي بي ادرس رينج هذا انا ما مش عاجبني بدي اخلي الاي بي ادرس within الرينج هذا طبعا لازم يكون ايش برايفت اور اللي هي ال 172 دوت something دوت something مش حافظهم. هذول بقدر اعمل شيء زي هيك هاي بتعطيني مور كابابيلتيز وبتعطيني هون بس بقدر اجي على ديفايس اخليها تشبك او ما تشبك عن طريق هيك. بس اذا بروح هون وكلكم جايز لازم الان انتم طلاب سنه رابعه او سنه خامسه لازم كل واحد منكم الان فات على
الكونفيجريشن مانجمنت اور المانجمنت ويب انترفيس للراوتر عنده بالبيت ويشوف شو الكابابيلتيز وات هي كان دو هي كان اجين ات از كولد اوكي كونفيجريشن مانجمنت اور كنترول مانجمنت. يو كان كنترول مين اللي مسموح له مثلا يشبك ومين اللي مش مسموح له يشبك. اجين هلا هاي اللي مش موجوده بالابلكيشن هذا حتى الان هون انا بقدر اسمح للماشين انها تشبك او ما تشبكش بالمره اوكي ومانوال اذا بده يجي يحكي لي اسمح لي اسمح لي اوكي لهذول اللي بلاكت فباجي بسمح له اتس مانوال. على عكس اذا بالانترفيس هاي تقدر انت المشين مش بس تعملها الله وتسالها تيجي تحكي انها هاي مسموح لها تشبك باليوم خلال الساعتين هذول بس وبرا هذول الساعتين مش مسموح لها. مش بس هيك مسموح لها تشبك على الواير ستاوتر وعلى الانترنت بس مش مسموح لها تعمل اكسس مثلا على اليوتيوب مش مسموح لها تعمل اكسس على الفيسبوك وإشي ثاني كله مسموح او بقدر هذول اعملهم منهم بس مسموحين مثلا ساعتين باليوم. هاي اللي هي بتلاقيها تحت parental control وفي ويب سايتس ممكن امنعهم كاملين عن البيت اوكي او امنعهم عن ديفايسز معينين بس بالبيت اوكي الطلاق this is control this is network management لانه I am allowing شو services اللي can be used بالنتورك هاي و cannot be used اوكي تمام بقدر هون بالتالي اجي اعمل ايش firewall rules or filtering rules شو اللي مسموح وشو اللي مش مسموح تمام good واضح واضح again هاي اللي هون مش راح اوريكو اشي زي هيك لانه انا هون بس موريكو ايش الابليكيشن مش موريكو انه هون هاي كيف نفتحها هاي بس تروح على الويب براوزر لمشين شابكة على الوايرلس راوتر هات لابتوب اور ديفايس وبتحكي مع ايش فا again هاي مش قبل شوي حكيت انها عبارة عن 4G modem حكيت عبارة عن wireless router مش بس هيك it runs web server to serve this page okay it is برضو NATBox ليش NATBox هي عبارة بتعمل NATing لكل الديفايسز اللي جواتها عبارة عن firewall or IDS اوكي فايروول اكتشوالي بعمل فلتر على اي بي ادريسز اور دومين نيمز فيها الكابيلتيز هذول اوكي تمام جود هذول كلهم جبتهم عن طريق ايش الصفحه الاولى من هون بعدين انتقلت من هون في عندي اذر كنترول بوتنز ان هير ان هير اوكي خليني اشوف هذول جست شوفيهم مش كلهم راح اشوف فهون مثلا اجين اذا بتضغط مثلا على الباتري أشوف قديش الباتري قبل شوي كانت 72 فهي at different يعني time أوكي هون 100% مشحونة كامل أوكي تمام طبعا هاي tools قبل شوي اللي كنت أشوفهم كلهم مثلا بالdevices أوكي بقدر هون أعمل control whatever do this mean أوكي إذا بتروح هون على network diagnosis أوكي شو بقدر أعمل بتضغط عليها تشوف الهيلثينس للنتورك فهي شابكه الراوتر هو هاي نفسها هي الديفايس اتسل شابكه على السيل تاور وتس فاين ومش بس شابكه على الانترنت لانها مرات تكون شابكه على السيل تاور بت ات كانت اكسس الانترنت ريسورسز ف اجين هاي الهيلثينس عندي تمام اجين اذا بتروح هون على النتورك سيتنجز مثلا I'm not sure here or here. طبعا هون الواي-فاي اكستندر اوكي طبعا هون مش انيبلد عندي الواي-فاي اكستندر هي لانها هي الوايرلس راوتر هي الوايرلس راوتر اوكي اتس نوت ان اكستندر بس بقدر اعملها اكستندر كيف بعملها اكستندر مثلا اذا عندي انا هاي لازم تكون بغرفه معينه بالبيت اللي هو الواي-فاي بالبيت اوكي عندي راوتر ثاني غيريها اوكي فهي بدي استخدمها واي فاي اكستندر لازم يكون عندي واي فاي راوتر غيرها راوتر غيرها فهذا بيجي الكونكشن مثلا هنا هاي بتكون بغرفه معينه بس هنا مثلا بالكيتشن عندي ما بيصلش الواي فاي سيجنال فبقدر اعملها اكستندر هي اجيبها هون احطها مثلا غرفه المعيشه بحيث انها ات سم بوينت تستقبل السيجنال من هون وبتبث السيجنال هون اوكي بس ام نوت انيبلينج it now like this okay طبعا guys
هلا اللي عنده نفس الشيء او عنده ديفرنت راوتر يفوت بشوف شو بقدر يعمل بالديفرنت باتنز ان هير. اوكي مثلا اذا هون بروح على النتورك سيتنج باجي بحكي هاي لازم تكون انيبلد، هاي اللي اصلا هاي الكونكشن تعامل هذا الكونكشن موبايل داتا، اذا بدي اعملها واي فاي اكستندنج هاي لازم تكون اوف اوكي لانه بتبطل هاي بحاجه ترى. اوكي تمام هاي داتا رومينج. اوكي اذا بروح مثلا على منطقه ما فيهاش مثلا اورنج وفيها خدمه زين بس هون اذا ها انيبلد هاي طبعا انا بدي اكون حاكي مع الشركه كمان يعني هاي one way of control بس بدي اكون حاكي مع الشركه اللي هم سابحين لي اعمل رومينج فبصير اخذ مثلا من زين but I have to pay more money. اوكي الهم اوكي هون network carrier اللي هو اورنج again لانه هو ال يعني انا هذا هو الشركه اللي انا ماخذ منها سبسكريبشن وشابكه على اورنج بس اذا بروح على مكان مثلا بالصحراء او مثلا بوادي رب وهناك الشبكه بتاعت اورنج معدومه او ضعيفه وفي زين او اومني وانا بحاجه انه اي نيد تو كونكت للانترنت لا سمثينج كريتيكال انك تكون عامل هذا وحاكي مع الشركه هون على السريع مثلا تيجي بتشبك على شبكه زين بت اي نيد تو باي ايش اكسترا فيز على خدمه زي هيك. اوكي اذا بتروح مثلا على الديفايس سيتنج شو بقدر اجين ذس از كله مونيتورنج على عكسون كنترول اي كان ريبوت الديفايس كان اي كان باور ات اوف اي كان ايش اعمل ابديت بدل ما هي ماخذ اوبريتنج سيستم فريم وير معين اخليها تاخذ لنيور وان. اوكي تمام جود هاي الديفايس انفورميشن اذا بنضغط هون مثلا عليهم هاي الموديل هاي وات ايفر هذول ديفرنت نمبرز. اوكي تمام هاي السوفت وير فيرجن هون الوان كان انا عامل له طام سو برضه الوان اي بي ادرس. اوكي فهي كايند اوف مونيتور ذيس كايند اوف كنترول بقدر هذول ايش اغير على الديفايس هذول جست ام جيتينج انفورميشن. اوكي تمام جود 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 فهذول ولسه هذول عباره عن سبست قليل جدا من السبست للمونيتورينج اللي بقدر انا اعمل من ناحيه مونيتورينج وكنترول على ايش اذا رحت على الويب انترفيس المانجمنت مانجمنت ويب انترفيس. اوكي فهي سبست هناك حتى بقدر اغير الدي ان اس سيرفرز. اوكي تمام تعاون الديفايس تاعي اخلي مثلا جوجل دي ان اس سيرفر وات ايفر. اوكي تمام جود جود جايز خليني هون اوكي خليني هون اسالكم الاسئله التاليه. اوكي ضايل معنا دقيقه ونص. اوكي ضايل معنا دقيقه ونص مين هون بده يعلق مين بده يحكي لنا جايز خليني اسالكم السؤال التالي مين بحياته ما فاتش على الكونفيجريشن للوايرلس راوتر اللي عنده لازم جايز انا متاكد 90% منكم بعده ما فاتش على شيء زي اتليست لازم فتت وغيرت اليوزر نيم والباسورد الديفولت مش اليوزر نيم والباسورد مشان اشبك هون نو اللي هي الباسورد هون نو اليوزر نيم والباسورد اني اعمل اكسس على المانجمنت ويب انترفيس اللي بالعاده تكون ادمن لازم جايز تفوتوا وتغيروا هذول اليوزر نيم والباسورد الديفولت. اوكي طيب اوكي كم اوكي كونكو سالت انا سؤال مين بحياته ما فات ما حدش رفع ايده معناته كلكم انتم ال 29 واحد كلكم فتوا عليها. هلا بدي ابلش فيكم واحد واحد تحكوا لي شو عملتوا على الراوتر عندكم. يس مين بده يبلش؟ دكتور ضايل 20 ثانيه يا نص دقيقه مين بده جست انه واحد يحكي لنا ستوري؟ يس دكتور لما نعمل ريسيت بيروح كل شيء No, الconfigurations معظمهم بيضلوا. Yes. دكتور غيرت الباسورد. لا الادمن. اوكي اذا بتعمل ريست هارد ريست بتمسك قلم الرصاص ولا على البتن هذا اللي بيكون صغير يس بروح بترجع كل الدي الconfiguration بسميها المانيفاكتشرر سيتنجز بس اذا بعمل ريست زي ما هون زي الريست اللي هون او انها خلصت البطاريه او شلت الشاحن هذا بيخلي كل إشي حتى اليوزر نيم والباسورد بيضل الريست اللي هي البتون الصغير هذا اللي بيكون على طرف الراوتر.
مين اللي سألت السؤال؟ مين؟ دكتور قزيان. يس منع، أنت ضغطت على الزر اللي بيكون صغير. هذا أصلاً هو المقصود منه، إنه يرجع الديفايس كلها للسيتنجز للمانيفاكتور. بس الريست الثانية إذا أنها مش باتري باورد ودائماً لازم تكون شابكة على اللي هو الأدابتر، إذا بشيله وبطفي عادي بيضل كل شيء مخزن، إذا بعمل الريست هاي هون بيضل كل شيء مخزن عادي. تمام. يا أوكي معناته يا إن شاء الله هيك بنوقف هون. إن شاء الله المرة الجاية